ازيك يا مكون ده؟ ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا الفيديو اللي فات. فيديو النهارده عن خروجتي انا وريان. حبيت اخد جميله وريان ونتمشى شويه ونتفسح عشان نفصل من مود البيت، لان مع تربيه جميله ومع تغيير الحياه ومتطلبات الحياه لازم دايما الزوج والزوجه يفصلوا كده وياخدوا بعضهم ويروحوا يتمشوا شويه، ياكلوا في مطعم، يستمتعوا بوقتهم مع بعض. فيا رب فيديو النهارده يعجبكم. اول حاجه هحط ميك اب خفيف جدا، يعني مش ميك اب اللي هو زي الميك اب ارتست وكده، لان حاجه على قد يعني. فبقالي كتير جدا جدا ما حطتش ميك اب، ما خرجتش علشان تربيه جميله، ومع الحمل كمان الموضوع مجهد. ولكن ريان حب النهارده ان احنا نتغدى بره، فحبيت ان انا اقضي اليوم بشكل كامل زي زمان كده. زمان كنت بخرج بقى باستمتاع، عارفين اللي هو بلبس فستان، ميك اب، الدنيا دي كلها. حبيت ان انا اعمل كده النهارده واستمتع باليوم مع ريان. زمان لما كنت بروح الشغل كان ده الروتين اليومي بتاعي، ان انا استعد للشغل، فحبيت ان انا استرجع الذكريات. وصلت لي الشنطة اللي انا طلبتها من تيدي بلاك. الشنطة جميلة جدا جدا، حبيت ان انا اشارك معاكم واوريها لكم عاملة ازاي. اول حاجة الخدمة الممتازة كانت في سرعة التوصيل والتغليف، جات لي خلال 3 ايام من طلبتها. ده شكلها عبارة عن جلد طبيعي، شكلها يجنن وتحفة تحفة تحفة زي ما انتوا شايفين. حجمها مناسب للشنط اللي انا بحبها، انا بحب الحجم دوت من الشنط. في سوستة خارجية ممكن احط فيها الموبايل او الكارد. وحتى تصميم فتحها بطريقة لطيفة جدا وكيوت من جوه، واسعة جدا. اول حاجة ده الحزام واسعة من جوه جدا جدا ومتبطنة قطيفة، وده حاجة عجبتني جدا. والجلد كله 100% طبيعي. في سوستة داخلية واسعة كمان، وكمان في جراب زي جيب كده موجود قدام السوستة، فده عجبني جدا. انا ممكن احط برضو اي حاجة مهمة، الحالة، السلسلة، لان ساعات بضطر ان انا اقلعهم لما بكون في الشغل، بتضايق منهم وقت الشغل، فاقدر ان انا احفظهم في مكان امان. وزي ما انتوا كمان شايفين في توسيع على الشنطة، لما مثلا احط حاجة كتيرة في الشنطة اقدر ان انا احط زي ما انا عايزة واوسعها واقفلها. وعجبتني جدا جدا الماركة نفسها، شكل الشنطة نفسه قيم، والماركة نفسها شغالة بتصميم ممتاز، يعني شغالين على الشنطة كويس جدا علشان يدوك تصميم راقي وفي نفس الوقت بسعر مناسب. اما طريقة قفلها بقى، فطريقة قفلها سهلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، مش محتاجة ان انا اقعد اشد او اي حاجة سوستات وكده، لا. وده شكل الحزام، طويل وتقدروا تقصروه على حسب ما انتوا عايزين، وفي سهولة كمان في تركيب الحزام للشنطة. وعجبتني الحركة الكيوت ديت اللي هي القفل ومعاه مفتاح، وفي فتحة تقدروا تحطوها في الشنطة او تعلقوها في الشنطة بالشكل دوت، وكانت بصراحة لطيفة جدا وعجبتني قوي. اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الشنطة، وكمان هسيب لكم اللينك الخاص بالموقع اللي انا اشتريت منه الشنطة عشان لو حابين تطلبوها. كمان طلبت مع الشنطة المحفظة دي، اول حاجة مكونة من جلد 100% وناعمة جدا جدا، والجلد طبيعي، وحتى فتحة السوستة نفسها مريحة
والمحفظة من جوه واسعة جدا جدا. اكتر حاجة عجبتني ان هي واسعة جدا جدا، فيها مكان للكروت وفي نفس الوقت المكان بتاع الفلوس تقدر تفتحيها وتشديها براحتك لانها جلد طبيعي 100%. حجمها الكبير اللي عجبني جدا، يعني ده شكل محفظتي الأصلية السوداء، لكن المحفظة اللي انا اشتريتها من شركة تيدي بلاك واسعة جدا جدا من جوه، اقدر ان انا احط فيها الموبايل بتاعي، فلوس، الكروت، بجد مريحة جدا. فحبيت ان انا اطلبهم ست مع بعض. اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الشنطة وفي المحفظة، وهسيب لكم لينك الموقع اللي انا اشتريت منه الشنطة والمحفظة عشان لو حبيت تطلبوها. بعد كده اخترت الفستان دوت علشان يبقى مناسب مع الشنطة وهستعد للخروج. يلا بينا. أنيهاسيو. أولي بابا مغرفة صح. أريد تامدا. بروح. بروح. أريد بابا مغرفة 갑시다. 처음으로. 네. 처음으로 뜻합니다. 오랜만에. 맛있는 거 먹으러 왔어요. 네. 아웃백 스테이크하우스 이거 이집트에도 있나? 모르겠어. 이거 오빠 알기로는 호주? 아, 호주 사는지? 호주 메이커거든? 아, 호주 같은. 호주에도 있고 한국에도 있어. 비슷한 느낌 몇 세트 있는데. 패밀리 레스토랑. 스테이크 팔고 파스타 팔고. 아니야, 스테이크는 인기 많지 않아 이집트에서. 왜? 이집트 문화 아니라서. 스테이크 먹는데. 근데 이집트 문화 아니라서 그런 거야. 맛있는 거 맞는데 이집트에서 집에서 만들어. 아니 그냥 다른 밥으로 먹어. 우와, 이거 맛있겠다. 맛있겠다. 슈림프 아라비카. 이거 같아, 그치? 슈림프 아라비카. 이거 먹어? 오셨어. 네, 이걸로 하나 주시고요. 들어가시고요. 네. 스테이크 이거랑 파스타 요거 돼요? 네, 가능하세요. 네, 이걸로 주시고요. 이거 사이드는 사진 없어요? 사진은 따로 없나요? 아, 그래요? 이거 사진 보시려면 이쪽 아래쪽에 6가지 중에 하나 선택해주세요. 시즌을 거시면 이걸로 주세요. 사이드는. 그리고 에이드는 무슨 맛 있어요? 오렌지, 자몽, 망고, 아사이베리 가능하세요. 망고. 망고 하나랑 아사이베리 하나 주세요. 케이크 쿠키 어느 정도 하세요? 미디엄이요. 스프는 양송이 없으신 분이 가능하시고요. 둘 다 양송이로 주세요. 필요하신 거 있으실까요? 그 주문한 거 중에 돼지고기 없죠? 돼지고기는 따로. 아, 네. 그럼 이렇게 해주세요. 감사합니다. 감사합니다. 잘 자지? 다행이야. 우리 밥 먹을 때까지만 자면 돼. 사실 못한다 미안해. أول حاجة بيقدمها لنا المطعم على ما الأكل يجهز، بيقدموا لنا شوربة المشروم مع الخبز والعصائر. إيركي تجاري. طلبنا ستيك مع الجمبري ومكرونة مع المأكولات البحرية وكمان المشروم المشوي مع الجبنة، وده شكل الأكل. بصراحة أنا بحب المطعم ده جدا جدا، ولازم قبل ما أكل أي شيء أنا وريان بنتأكد أن اللحم مفيش أي حاجة حرام، فبجد استمتعنا في اليوم ده.
زي اي سيده بروح التويلت علشان اظبط الميك اب بعد الاكل واظبط لبسي وشكلي علشان نكمل بقيه اليوم. اكتر حاجه عجبتني بالشنطه ديت ان هي واسعه، حطيت فيها حاجات كتير خاصه بيا. طبعا انا لما بتبقى جميله معايا بعمل شنطه منفصله علشان ما تبقاش في حاجات كتير في نفس الشنطه وتبقى في لخبطه. فحطيت هنا في شنطتي الكاميرا بتاعتي، الموبايل، البرفيوم، الميك اب، حاجات كتير جدا، والمحفظه كمان وخدتها، وكان في مساحه كمان. فبصراحة كان حجمها مناسب جدا جدا، ومتوقعتش ان حجمها يكون كبير بالشكل ده. فبصراحة انا طلبتها وما كنتش متوقعة ان هي تيجي بالجمال والحلاوة دي، وشكلها فخم وقيم جدا جدا. طول الوقت اللي احنا كنا فيه جميلة كانت نايمة في العربية الحمد لله، وما حبيتش ان انا ازعجها بالتصوير، حبيت ان هي تنام براحتها. حبينا كمان ان احنا نوثق اليوم دوت، ان احنا نروح نتصور في مكان كده خاص بالتصوير سيلف، نقدر نصور بنفسنا. حبيت ان انا اعمل ذكريات لينا، لان بقالنا كتير انا وريان ما خرجناش مع بعض. فبصراحه انا وريان الفتره ديت مع الحمل وتربيه جميله بجد ما عندناش وقت لبعض، فحابين ان احنا كل ما يبقى عندنا وقت ان احنا نخرج مع بعض ونستمتع بوقتنا. فدي حاجه انا اتفقت عليها انا وريان، ان احنا نحاول نستمتع بوقتنا على قد ما نقدر كل ما وقتنا يسمح لينا، ودوت بجد حاجه بتفرق في علاقتنا مع بعض. بعد ما بنخلص تصوير بنختار الصور اللي احنا عايزينها، حجمها قد ايه، وفي نفس الوقت بنختار طباعة الصور علشان ناخدها معانا واحنا مروحين. وبجد بتبقى ذكرى جميلة لينا احنا الاثنين، كل ما بنشوفها بنفتكر الذكريات الجميلة دي. بجد الصور كان شكلها جميل جدا، عجبتني جدا جدا. وده كان يوم النهاردة، يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، ومتنسوش تعليق حلو، سبسكرايب، لايك وشير، ومتنسوش تكتبوا رأيكم في الشنطة والمحفظة. وانيا.